مرحبا، اليوم بدي أحكي عن الغثيان والإقياء أثناء الحمل، وهي من الأعراض الباكرة والشائعة والتي تعتبر عرض طبيعي في أغلب الحالات. تبدأ عادة في الشهر الثاني من الحمل لتزول في الشهر الرابع غالبا، وتختلف شدتها من سيدة إلى أخرى. يكثر حدوثها عادة في الحمل الأول وفي الحمل المتعدد. نادرا ما تستمر طيلة فترة الحمل، لكن في بعض الحالات ممكن أن تستمر وأن تكون شديدة، وفي هذه الحالة ممكن أن تؤثر على الجنين. هناك بعض النصائح يجب على كل سيدة اتباعها لتخفيف هذه الحالة، مثل الإكثار من السوائل، تناول وجبات طعامية متعددة لكن بكمية قليلة، النهوض من الفراش بشكل بطيء، تجنب الروائح المثيرة للغثيان وروائح الطبخ، بالإضافة إلى تجنب الضغوط النفسية سواء في العمل أو في المنزل.